أنا الآن في الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن عفاف سليمان أطرش من دبورية، شفاه الله وعافاها وألبسها لباس الصحة والعافية. اللهم أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف لها إلا أنت يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيها. اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفيها شفاء ليس بعده سقم أبدا. اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، احفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها، أنت ثقتها ورجاؤها. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، أسألك اللهم أن تشفيها. لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاءك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض، بقدرتك اللهم اشفها شفاء لا تغادر سقما. اللهم إنها مسها الضر وأنت أرحم الراحمين. فصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.